FM. الكلمة ليك. من بين النقاط اللي كانت في يوم الغضب هو انتداب النواب. احنا لهنا كما تشوف خويا عنا محضر اتفاق اللي هو اتفاق 5 ديسمبر 2015. في الاتفاق هذا عنا في نقطة النواب لهنا اش نقرأ لك حرفيا يعني شي يقول المحضر تسوية وضعية النواب، وذلك احنا شفنا زوز حاجات في النواب. فما النواب اللي عندهم 22 نقطة ونص سكور تم انتدابهم على دفعة أولى ودفعة ثانية. تبقوا النواب اللي هما خدموا في فترات يعني لاحقة، اليوم العدد متاعهم تقريبا 6500 نائب في الجملة. تم الاتفاق مع الوزارة في محضر 5 ديسمبر على انتدابهم على أربع دفعات إلى حين تخرج الدفعة الأولى من مدارس الترشيح اللي مش تفتح أبوابها في السنة هذه. ما راعنا هو في برنامج حكومة الصيد والاتفاق اللي أمضوه والالتزاماتها مع بنك النقد الدولي هو بإيقاف الانتداب، وصلت فيه الحكومة هذه. يعني ما هوش معقول أني نمضي اتفاق باش ننتدب ناس ونجي سنة نقول لا رو ما عنديش انتداب. واضح؟ الكلمة ليك.